الفطر كما موالفين من الصغر ديالنا، كان في الصباح ديما كندوزو الصلاة ديال العيد في المصلى، من بعد فاش كنرجعو كنسلمو على الجيران والناس كاملين، كنباركو لبعضياتنا العيد، من بعد كندخلو للدار كنوجدو الفطور، كتجمع العائلة كاملة. بعض المرات كنديو الفطور عند الجيران ديالنا، كنفطروا عندهم ولا كيجيو هما كيفطروا عندنا. ديجا في أكادير معروفة، باقي الناس شوية محافظين في التقاليد ديالهم، باقين كيتلاقاو، باقين كيزوروا بعضياتهم، باقي ديك الصلة ديال داك الرابط ديال الجورة بين الناس باقا كاينة. نفتس الحنة نتكا صباح العيد، نفطر نتصلى نرد نتر نسلم للعائلة نهد كل شيء على كده نرد حتى شكاي اللي سنمتي نتديت ما سمزين نكيت ما نفطر نتفوغ أرحت كمم الفلوس نفطر نتفوغ نصغي كل حاجة نطور. كتشربوا شويه ديال الاتاي، كتذوق معاهم شويه ما تيسره، وكتمشي كتزور الاهل والاصدقاء والاقارب، وكديروا صله الرحيم، وكتشوف الاصدقاء والاقارب اللي كانوا بعاد وكانوا مغتربين وجاو للمغرب وجاو لديورهم باش انهم يشوفوا احبابهم ووالديهم واخوتهم وصحابهم. بحال اي عائله، المهم كيف ما كاع حنا البنات هاد العيد الصغير هو اللي المهم هاد الفطر كنلقاو فيه صعوبه بزاف عند الخياطه، في كل شيء مشيتي عند صحاب الحلوه، مشيتي للصالون، كل شيء كتلقى عامر. المهم الحمد لله كندوزو عيد زوين. كان بحال دابا البارح ما كنعسوش، الليله ديال العيد حنا ما كنعسوش كاع، على وحده كتقاد الحلوه، كتقاد داكشي ديال العيد في الصباح باش كل شيء يكون زوين، مقاد كيجيو عندكم الناس، كتمشيو عندهم وكتجمع العائله، كيجيو عندي صحاباتي، كنمشي عند صحاباتي. المهم بحال هكا كيف قلت لكم، الحاجه الوحيده اللي كنلقاو بعد العيد الصغير يعني انا كندوزها مع كاع الخياطه، كندوزها مع صحاب الصالون، كتسنى كتمشي بالزجاج كتجي حتى لواحد الوقت ديال الليل، الحمد لله كندوز الاجواء ديال العيد مزيانه، هذيك هي الحلاوه ديال العيد.